نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الصغرى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود مبادرة حياة كريمة. يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية. تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. الخدمات المتميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة من خلال القوافل الطبية، ان احنا بنسعى الى ان احنا نعمل حالة من الإرضاء للناس والجماهير على الخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة من خلال القوافل الطبية. بنسعى الى ان احنا نقدم من القوافل الطبية خدمة طبية متميزة، والهدف من القوافل الطبية ان احنا بنصل بالخدمة الصحية الى اماكن تواجد المواطنين في اماكن تواجدهم، وده بيتاتى من ان احنا النهارده موجودين في قريه ابو سعاده الصغرى مركز كفر سعد محافظه دمياط. القريه داخله تطوير كلي للمدارس والوحدات الصحيه بتاعتها والشبكات المياه والصرف ضمن المشروع الرئاسي مبادره حياه كريمه. مركز كفر سعد والمستهدف ضمن المبادره الصحيه حياه كريمه بالمرحله الاولى. القوافل العلاجية بتقدم خدمة مميزة من خلال وزارة الصحة، وهي إن هي بتوصل العلاج أو الخدمة الصحية في الأماكن البعيدة للمواطنين اللي مش بيقدروا يوصلوا للمستشفيات المركزية، سواء كان للكشف الدوري أو سواء كان لاكتشاف الأمراض، الكشف المبكر لاكتشاف الأمراض. الحاجة الثانية كمان إن هي الخدمة مجانية تماما، بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. نحاول طبعا كل فترة ان احنا بنزود الخدمة يعني المقدمة، وبنرفع من جودتها بحيث ان هي تتماشى مع قيمة المواطن المصري واهميته بالنسبة للدولة. قافلة عندنا النهاردة في ابو سعادة الصغيرة وعاملة الواجب ومظبطين الدنيا، وجيت كشفت مسالك بولية وكشفت عظام وعاملين الصح وزيادة، والعلاج مظبوط ومية مية، وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مظبط لنا العمل ومروق الدنيا، وربنا يخليه لنا ويصلح حاله.